لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. أكدت بعض المصادر الخاصة أن مسؤولي فريق الوداد يعملون على حسم صفقة مدافع جديد بالميركاتو الشتوي لتدعيم الخط الأمامي للنادي، وذلك بعد اتصالهم بوكيل أعمال المدافع الدولي المغربي أشرف داري للعودة إلى الفريق الأحمر بالانتقالات الشتوية. وأضافت المصادر أن المدافع أشرف داري من المتوقع أن يصل إلى المركب الرياضي محمد بن جلون خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك للتفاوض مع إدارة الوداد حول إمكانية عودته للنادي. ويرغب مسؤول فريق الوداد في استعارة المدافع الدولي المغربي أشرف داري حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما أصبح خارج حساب نادي بريست الفرنسي الذي رخص له بالبحث عن فريق جديد في الميركاتو الشتوي. لكن لا شيء مؤكد في الوقت الحالي، في انتظار التأكيد الرسمي من طرف إدارة فريق الوداد الرياضي بخصوص التعاقد مع المدافع أشرف داري خلال مرحلة الانتقالات الشتوية. أكدت بعض المصادر أن أحد اللاعبين السابقين لفريق الوداد الرياضي اقترح على إدارة النادي الأحمر التعاقد مع صانع ألعاب من البرازيل، وذلك لتدعم خط الوسط بالميركاتو الشتوي. ويتعلق الأمر باللاعب السابق لنادي فورتاليزا لوكاس كريسبيم، حيث بات لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع الفريق البرازيلي. وأضافت المصادر أن إدارة الوداد تدرس بجدية كبيرة التعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس كريسبيم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، لكن لا شيء مؤكد في الوقت الحالي، في انتظار التأكيد الرسمي من طرف إدارة النادي الأحمر بخصوص انتداب اللاعب البرازيلي لوكاس كريسبيم.